ونرجع نتواصل معكم مع إبداعات وطاقات شبابية كويتية وبنات كويتيين نفتخر بوجودهم. طبعا أمثال هند راشد باحثة تاريخية في نادي كويت بيديا، ومنيرة الضفيري منسق علاقات عامة. يسعدني أكيد وجودكم برنامج شباب جول وفعل ومنورينا. تسلمين وتسلمين. الله يسلمك. بداية يمكن لو نتكلم شوي عن نادي كويت بيديا، البعض يمكن مو عارف شنو نادي كويت بيديا، فياريت تكلمينا هند وتعطينا نبذة عن النادي. نادي كويت بيديا هو نادي كان بمبادرة من شباب كويتيين، تبنت المبادرة بوزارة الشباب. النادي هذا مسؤول عن توثيق التاريخ الكويتي لإثراء المحتوى العربي في موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا. ممتاز. يعني هند دورك كونك انت باحث تاريخي قاعد توثقين جميع يمكن التراث الكويتي، التاريخ الكويتي. نعم. شلون قدرتي توثقين؟ هل وجدتي صعوبه كونك انت قاعد تبحثين وتدورين في التاريخ الكويتي وقاعد توثقين هالشيء؟ طبعا واجهتنا صعوبات بالبدايه، من لان احنا لما نبحث عن الموضوع نبحث اولا هل هذا الموضوع اصلا موجود في كويت في الويكيبيديا او مو موجود. ممتاز. اذا لقيناه مو موجود في الويكيبيديا نبحث عن المصادر اللي تتكلم عن هذا الموضوع. حلو. ممتاز. بعد ما نحدد المصادر اللي تتكلم عن هذا الموضوع نشوف مدى مصداقية الكاتب، مدى امانته، مدى هل هو اخذ الموضوع بتغطية شاملة او في عنده نواقص. اذا عنده نواقص ايضا نعتمد على اكثر من مصدر علشان نصير عندنا الموضوع شامل من الألف إلى الياء، عشان يكون الموضوع كامل متكامل. وهذا أهم شيء أكيد، أن الواحد لما يدور يتأكد من المصداقية ويكون موضوعه ما يكون خلق الموضوع ناقص، لا يحس أنه لا بالفعل اللي راح أقدمه كامل ووافي عن تاريخ الكويت. ريم يمكن ميرا عفوا، النادي أكيد يضم مثل ما تفضلت هند يمكن شباب كويتيين، يضم تاريخ الكويت. شلون جتكم الفكرة في أنكم تأسسون هالنادي؟ بداية أشكركم على الاستضافة. الله يسلمك. نادي كويت بيديا انشأت فكرته، يعني احنا الحين لو تلاحظين لما ندخل نبحث عن معلومة في جوجل مثلا، نكتب عن معلومة أول شيء يطلع لنا ويكيبيديا. عدل، صح. اي، فالفكرة ان احنا كنا نقدر نسوي موقع خاص فينا نحط فيه كل المعلومات، ولكن ويكيبيديا موجود والبحث يعني نقول اللي ما عندهم القدره انهم يبحثون بشكل بشكل دقيق يعتمدون دائما على ويكيبيديا. فغالبا ويكيبيديا تكون معلومات في مو دقيقه، اكيد ما يعطيك المحتوى العربي ساعات. عدل. اي، فاحنا دورنا ان نوثق المعلومات هذه عن طريق مصادر، يعني كتب و ممتاز. يعني حلو الواحد لما يدش ويشوف يمكن اي بحث يبيه، اي شغله يبيها بتوثيق كامل وكويتي، يعني ايدي كويتيه بحته، فالواحد اكيد يرتاح نفسيا بدل الواحد مثلا يقعد يفكر هل بالفعل لازم المعلومه هذه اذا ما كانت صحيحه ادش ادور واتاكد من مصداقيتها. بس لما نتعرف بعد على اعضاء النادي، يعني كونكم اسستوا هالفكره اكيد كانت في ايدي خلينا نقول جميله معاكم ساعدتكم في انشاء هالنادي، فياريت تعرفينا هند على اعضاء النادي. أعضاء النادي، أول شيء أعرفكم فيني أنا هند سعود الراشد، باحث تاريخي مسؤولة عن جمع المواد الأولية قبل مناقشتها وأجمعها بطريقة يعني تكنيك معين، طريقتي الخاصة. والأخت منيرة الضفيري المنسق، والأستاذ صفا صالح المسؤول عن إدخال البيانات من الكتب ينقلها بشكل إلكتروني إلى ويكيبيديا، الأستاذ ناصر المجيبل المسؤول عن التواصل مع الشركة الأم ويكيبيديا الأم. حلو، إذا نوجه لهم أكيد تحية. تفضلي. وعندنا طبعا صاحب المبادرة ما ننساه الأستاذ شعيب راشد الهاجري، هو صاحب الفكرة وهو اللي يعني اختار فريق العمل واختاره بدقة. يعني خلينا نقول يعطي الف عافيه ويعطيكم كلكم الف عافيه في انكم انشاتوا هالفكره هذه الجميله اللي تساعد كثير من فئه الشباب في انهم اكيد ينجزون كثير من الامور اللي بالفعل الواحد يمكن شوي ياخذ فيها بعض الوقت، مع انه الحين احنا بعالم السرعه وبعالم الانترنت، فحلو الواحد يحصل المعلومه بالشكل الكامل والمتكامل. من خلال انشاء هالنادي اكيد جتكم بالكم ما انشاتوا هالنادي، ما اجتمعتوا، ما يمكن عجبتكم الفكره الا اذا كانت في اهداف معينه حابين انكم توصلون لها او توصلونها للكل او رساله معينه، فنبي نعرف ابرز الاهداف اللي حبيتها واكيد تحققونها من خلال انشاء هالنادي. منيره،
هو مثل ما قلت لك، احنا نبين او من فكرة النادي نعرف شنو الهدف، لان احنا فكرتنا قائمة على اثراء المحتوى العربي فيما يخص دولة الكويت تاريخ. فاحنا هدفنا ان يعني اذا في معلومات موجودة او مواضيع موجودة داخل ويكيبيديا ان احنا نعدلها، لان بعض الاحيان يعني مثلا عندك بالاحصائيات لما تبحثين عن موضوع معين تكون مو دقيقه، فاحنا نصححها. اذا معلومات او مواضيع مو مطروحه من قبل في الويكيبيديا احنا ندخلها. فهذه الفكره ان احنا نثري المحتوى. حلو. اذا من خلال البحث ومن خلال اجتماعكم، من خلال يمكن كثير من الامور اللي انتم ما شاء الله اسستوها، خلينا نقول درجه درجه لما وصلتوا للي تبونه، في صعوبات واجهتوها هند يعني، او بعض الامور كونك انت باحثه وتدورين يمكن يبي لك وقت، ومثل ما تفضلتي ادور بطريقتي الخاصه ولازم اتمعن واتاكد من المصداقيه، فشنو اكثر الصعوبات اللي واجهتوها؟ اكثر الصعوبات اللي واجهناها بهذا النادي عدم دعم بعض الجهات اللي كنا نوثقها في يعني قصور منهم، ان مثلا الكاتب عنده معلومه بس ما يبي يعطيني اياها، انه لا هو يبي يطرح كتابه يبي يتميز بالمعلومه فيبخل علي في المعلومه. طبعا مو كلهم لكن بعضهم، البعض ايضا الضيوف لما نبني بضيف في ضيف يرضى وعشره ما يرضى. اول شيء يهمهم ها كم عدد الحضور، يبي يعرفون يمكن الوجود كم او عدد الحضور، شلون تتصور، شلون تنقل، في وايد اشياء تهمهم. احنا لا، احنا فكرتنا اساسا عمل انساني قاعد نسويه للاجيال القادمه، عمل انساني وبدون يعني خلينا نقول عمل غير ربحي، غير ربحي، قاعد نسويه للاجيال القادمه، مو قاعد نسويه يعني عشان ننشهر او علشان نطلع على حساب العمل اللي نقدمه. فواجهنا بعض الصعوبات ايضا بجمع المصادر، جمع يعني المصادر الموثوقه. أنا ممكن ألقى بموضوع واحد ثلاث كتب، ممكن كتاب منهم أستبعده، يصير عندي كم؟ كتابين. غيرها لازم أطالع مقابلات تلفزيونية عن أشخاص تكلموا في الموضوع، ولازم أتواصل مع ناس كتبوا هذا الكتاب أو ناس لهم في هذا المجال، مثل يعني مجال الوقف الخيري في الكويت أخذ مني البحث شهر كامل. شهر كامل، شهر كامل على موضوع واحد عشان ابحث بس بموضوع الوقف الخيري في الكويت، لاني ابي اعطيه صورته اللي يستحقها، ما ابي اظلمه. يعني خلينا نقول هذا عطاء منك بعد ما شاء الله عليك، وايادي بيضاء منكم واعمال خيريه حلوه، ونفتخر بشبابنا وبناتنا لما نشوفهم قاعد يتغلبون على هالصعوبات من خلال شجاعتهم، ارادتهم، عزيمتهم، اصرارهم في انكم اكيد تساعدون الغير، ومثل ما تفضلتي قاعد تجتهدون من عندكم اجتهاد جدا جميل وغير ربحي، ما قاعد تنطرون اي مبالغ ماليه اخرى، ومع هذا يعني ما شاء الله عليكم جاهدتوا وحاولتي كثر ما تقدرين، يمكن طولت معك البحوث او يمكن طولت معك بعض الامور اللي كنت تدورين فيها عن المعلومه اللي كانت ناقصه، والحمد لله تغلبتوا عليها. ابي ردود الافعال من بعد، يمكن في البعض مثل ما تفضلت كان يدور اشياء مثلا الحضور، يمكن بعض الاشياء البسيطه اللي هو يبي يعرفها، ولكن من بعد هالانجاز، من بعد ما شاء الله ما اثبتوا جدارتكم، شنو كانت ردود افعالهم منيره؟ تقصدين ردود افعالهم لما شافوا النادي وفكرته، وما شاء الله يعني كونكم اعضاء تميزتوا وكل عضو فيكم تميز بشغله معينه، شنو راي الجميع فيكم خصوصا الشباب؟ اول شيء احنا النادي يستقطب يعني فئات عمريه مختلفه، ما يقتصر على فئه الشباب، لان المواضيع اللي نطرحها ممكن ما تهم الشباب فقط، تهم شرائح اخرى بعد. حلو. ف يعني اللي حضروا معانا من بداية ما أسسنا النادي وبلشنا فيه كانت فئات عمرية مختلفة، منهم الصغير ومنهم الكبير، ف يعني أنا قاعدة أشوف ردود فعلهم بالنسبة لي أنا مرضية الحمد يعني لله. يعني ما تصورنا أن في ناس فعلا مهتمة بإثراء المحتوى العربي في ويكيبيديا أو بشكل عام في الشبكة العنكبوتية. ممتاز. من بالكم أكيد الإثراء الكويتي والتاريخ الكويتي صحيح. المشرف اللي الواحد بالفعل يعتز ويفتخر فيه، بس خلينا نعرف بعد إذا كان في تعاون أو مبادرة مع وزارة الشباب هند. وزارة الشباب ما قصروا، قدموا لنا الدعم اللوجستي الكافي من حيث الميزانية، من حيث المقر، أعطونا مقرهم، مقر ثابت لنا في المكتبة الوطنية نجتمع فيه كل اثنين الساعة 6:30 للساعة 8. فضل لنا قاعة متخصصة فينا. غير كذي قدموا لنا التسويق الكامل، التسويق الكامل كتعاون منهم،
كانوا يحطون البوسات أول بأول، بوسات المعلومات، بوسات الاجتماعات في يوث كويت اللي هو حسابهم على انستغرام وحسابهم على تويتر. ممتاز. إذا بعد طبعا كل الشكر لمعالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، والوكيل أكيد وكيل وزارة الشباب زين الصباح، على دائما مساعدتهم وتشجيعهم للشباب وتعاونهم وحرصهم الشديد في إبراز إبداعات وابتكارات وطموح الشباب. فهذه بادرة أكيد طيبة منهم وشيء الواحد يفتخر فيه ويستانس يمكن لما يسمع هالمبادرة الجميلة بتعاون مع وزارة الشباب من خلال مبادرات بعد الشباب يمكن، ومن خلال إنشاء هالنادي أكيد في مواضيع يمكن ركزتوا عليها بالنادي وتم يمكن طرحها أو توثيقها. شنو أبرز هالمواضيع مديرة اللي راح يتم نقاشها أكيد عند هل في مواضيع تاريخية راح يكون يعني راح يتم نقاشها بالنادي نفسه؟ احنا ناقشنا حاليا 20 موضوع خلال 20 أسبوع. كل يوم موضوع معين؟ كل أسبوع موضوع معين نناقشه. من أبرز المواضيع كان دور المرأة في المجتمع الكويتي أيضا كذلك، يعني ما أبي أتحيز للمرأة. طبعا تحية أكيد لكل مرأة كويتية المرأة تستاهل، فشيء حلو منكم أنكم بعد قاعد تدعمون. هي مو تحيز ولا عنصرية، ولكن الواحد هم بعد يفتخر أكيد كون المرأة صحيح. تمثلنا أكيد. احنا وثقنا العملية السياسية من أول المحاولات لحصول المرأة على حقوقها السياسية. أي. كذلك وثقنا تاريخ المساجد القديمة في الكويت، تاريخ الأدباء الكويتيين من أول نشأة دولة الكويت، الشعراء الكويتيين، أكثر من موضوع، 20 موضوع تقريبا، وكل موضوع نجيب ضيف متخصص يتكلم فيه. ممتاز، يعني تستعينون أكيد بأصحاب الخبرة أو أصحاب التخصص لكل موضوع فيتم نقاشه. أكيد حلو الواحد لما يتنوع بالمواضيع، حلو الواحد لما يفكر بمواضيع أكيد تهم سواء الشباب، البنات، المرأة، الرجل، يتم يمكن النقاش فيها خصوصا لما يكون بعد بالتاريخ الكويتي. وأنت ما شاء الله أنا قاعدة أشوفه في تنوع تام بالمواضيع اللي تم طرحها. إنزين شلون يتم يمكن توثيق هالموضوع هذا؟ وين تروحون جهة عشان توثقون المواضيع هذه؟ هند نعتمد احنا على الكتب اللي احنا نستخدمها، نستأذن من الكاتب، اذا وافق الكاتب ننقل المادة العلمية الموجودة في كتابة رأسا الى ويكيبيديا، حولها الى الكترونية ونزلها سيدة. حلو. اذا يعني الحمد لله يعني في تعاون منهم مباشر على طول. في تعاون منهم مباشر. ممتاز. اميرة شلون قدرتوا تنقلون هالمواضيع هذه؟ يمكن تكلمت هند وقالت المواضيع هذه احنا قاعدين نوثقها وقاعدين نجيب ناس مختصين. صحيح. فحاولتوا انكم بعد تنقلونها يمكن في مواقع اخرى، تنشرونها كثر ما تقدرون عشان توصلون الرسالة والمعلومة للغير؟ هو لما ننشر المعلومة أو المواضيع اللي تم نقاشها، لما نحطها على الويكيبيديا احنا ننشرها في حسابنا على التويتر وانستغرام، راح حطيتها أنا راح يكون أكيد موجود، راح يكون يعني موجود يطلع على الشاشة. فاحنا قاعدين نطرح المعلومات اللي قاعدين نحطها أسبوعيا. ممتاز، يعني اذا يتم توثيقها اكيد اسبوعيا. يعني مثل هالمواضيع اللي هي اكيد بهدف يمكن نقل واثراء المحتوى العربي المحلي الى العالم، الواحد يفتخر ويستانس لما يشوف بناتنا قاعد يساهمون في نشر هالمواضيع هذه. حسيتي الحمد لله انه في سهوله بالنشر وما واجهتي شوي بعض خلينا نقول العقبات من في عالم الانترنت الويكيبيديا؟ لا بالعكس، يعني عندك وزاره الشباب متعاونه ويانا في التسويق الإلكتروني. اي نعم، واحنا هم حسابنا يعني احنا ما توقعنا من اول ما بلشنا نحصل فوق 1000 فولورز، يعني فتره هذا كبدايه، يعني كبدايه ان شلون يعني من اول ما بلشنا بفتره بسيطه حيل قدرنا نتجاوز حاجز الألف متابع. فهذا الشيء الحمد لله يعني ندل على شيء، يدل على ان في ناس مهتمه فعلا الكويت يكون فيها شيء حلو. يعني هذا إنجاز طيب، الواحد يستانس لما يسمع مثلا بفترة قصيرة تجاوزتوا عدد الفولورز، ومع هذا أكيد كان عيل في نقاشهم بعد بالإنستغرام، خصوصا الواحد الحين مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير وبصمة كبيرة في نشر كثير من المواضيع، في نشر كثير من الأمور. يمكن صرنا ندش ونبحث حتى عن المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي في بعض المواقع اللي تهتم بهالأمور هذه. شلون كانت ردود أفعالهم وآرائهم ومناقشتهم حتى بالانستغرام؟ والله في ناس يعني يشككون ببعض المعلومات، تلقينهم ان يقولون ان لا هذه معلومه غلط،
فيها شيء غلط، فاحنا نفتح المجال حتى يعني بالمناقشه نقول لهم تعالوا احنا ما عندنا مشكله نفتح الباب، انت قاعد تقول ان معلومه غلط، طيب يب مصدر معك، لان احنا لما نوثق معلومه نحتاج مصدر. أكيد. احنا ما نوثق كلام بالهواء او كلام شخص من باب يعني فراغ. مع احترامنا حق كافه الاشخاص يعني المختصين بالمجال اللي قاعد نتكلم فيه او نطرحه، ولكن احنا نحتاج يعني هذا شرط من الويكيبيديا انه لازم يكون في كتاب مصدر. نعم. موثوق ومكتوب. اكيد المشكله انه في بعض يمكن الاشخاص اللي يتكلمون في معلومات يمكن يكون سامعها ويرد يتكلم ويعلق فيها، بس هو ما يكون متاكد من المعلومه 100%. فنتمنى اكيد من الكل اذا حب انه يتكلم عن شيء عطنا يمكن مصدر. صحيح. واحد على الاقل يكون في مصداقيه بالكلام او المعلومه اللي تنكتب. نتكلم شوي معك هند يمكن عن موضوع توثيق بعد جمعيه الاسره الكويتيه اليوم، وشلون تم التنسيق اكيد معاهم لمناقشه هالمواضيع هذه. جمعيه الاسره؟ الاسره الكويتيه. جمعية الأسرة لما جينا نوثقها لقينا لهم صفحة كاملة في موقعهم، موقع جمعية الأسرة، فكان الأمر جدا سهل، ما احتاجنا كتب الحمد لله. الحمد لله لقيتوا كل شيء موجود. الحمد لله لقينا كل شيء موجود على موقعهم الإلكتروني، وهو موقع رسمي وهي جهة رسمية، لذلك يعني يتم اعتماده على طول بويكيبيديا. ممتاز. حلو بعد لما ندش ونشوف عن جمعية الأسرة أكيد يعني كل شيء موجود، الواحد يقدر يدش ويستفيد ويعرف بعض الأمور، كثير من الأمور اللي موجودة. إيش قدرتوا تنقلون يمكن حتى منيرة الحياة، يمكن الحياة الكويتية إلى العالم؟ يعني أكيد مثل هالهدف هذا في إنكم تنقلون حياة الكويت إلى العالم، أكيد يبي لها نقول هم بعد دراسة تمعن أكثر في أنا في إني أقدر شلون أجمع تاريخ الكويت الكامل، تراث الكويت، وأنقله للعالم كله. فشلون دارت العملية؟ يمكن عند هند الباحث التاريخي الموضوع. عند منيرة بعد. تفضل يا منيرة. شوفي أنا الجزئية اللي أنا أقدر أجاوبك عنها إن إحنا عندنا 6 أشهر نشتغل فيها، يعني مبادرة من وزارة الشباب أعطتنا 6 أشهر نشتغل فيها حق المبادرة هذه. حلو. فخلال هذه 6 أشهر إحنا عندنا 4 أيام بالشهر، فأربع مواضيع بالشهر. 4 أيام تقسمونها كل يوم موضوع؟ أي أسبوعياً. كل أثنين؟ كل أثنين موضوع واحد. أي كل أثنين. أي نتناقش عن موضوع معين. فالموضوع اللي إحنا نطرحه يعني ما إحنا بالنهاية ما نغطي كل المواضيع، نشوف المواضيع المهمة اللي تغطي الأولويات. يعني بالنهاية تاريخ الكويت فيه أشياء مهمة الواحد لازم يعرف عنها. أكيد. لازم يقرأ عنها، فهذا اهتمامنا كان أكثر شيء. ممتاز. وبالأمور التاريخية وتراث الكويتي حاولت كثر ما تقدرين تجمعين عن الحياة الكويتية التاريخية هند؟ أنا كنت أروح يوم الأربعاء أقعد برابطة الأدباء مع الأدباء الكبار بالسن علشان أخذ منهم التفاصيل الدقيقة هذه اللي الله عافية عليك الصراحة، يعني اللي ما ألقاها موجودة في ويكيبيديا، لما أبحث عنها ما ألقاها. لما وثقت المناسبات الكويتية ما لقيت أي كتاب ذاكر في مناسبات معينة غير مذكورة بالكتب نهائيا، وهي الحين محيت، تكاد أن تكون محيت، ما حد يذكرها. فلما جلس مع كبار السن برابطة الأدباء، طبعا من بري هذا أشكر الأستاذ طلال الرميضي، كان جدا متعاون معي ورحب فيني وخلاني أحضر كل أسبوع علشان أسأل الأدباء اللي موجودين هناك وأتواصل معهم، يعطوني كتب، يعطوني معلومات قيمة جدا، فكنت أعرف التفاصيل ما كنت أعرفها نهائي قبل. ممتاز. يعني حتى الواحد يكتسب خبرة ويعرف يمكن كثير من الأمور الوثائقية والثقافية والتاريخية عن ديرتنا الكويت بوجود الأدباء. نوجه لهم أكيد تحية من خلال برنامجنا. فما شاء الله عليك، يعني الأمانة فكرة جدا رائعة، رحتي واجتهدتي من نفسك وجمعتي يمكن المعلومات مع وجود كتب تثبت، مع وجود حتى الأشخاص والشخصيات اللي تساعدك في الوصول لهذه المعلومة. نبي نعرف النادي بالمستقبل أميرة شنو راح يقدم للمتابعين؟ أكيد في أفكار، في خطط تم دراستها إن شاء الله راح يتم تطبيقها بالنادي، شنو أبرز الخطط المستقبلية؟ هو شوفي خليني أقول لك بس معلومة عن النادي، هو يعتبر النادي الأول أو يعني على مستوى العالم يعتبر النادي الأول اللي يحمل هذه الفكرة. لأن الأستاذ ناصر لما تواصل مع الويكيبيديا الأم طرحنا لهم هذه الفكرة، يعني حبينا أن يصير في تعاون كونكشن بيننا وبينهم، فقالوا أن هما كان عندهم تصور أو توجه في 2016
انه يكون في دراسة إلكترونية عن طريق الويكيبيديا، صفحات يعني ملونة، ويعني عرفت هيك فكرة جديدة. اي نعم، فهم استغربوا انه شلون هالفكرة طلعت منا احنا، فتعاونوا ورحبوا بالفكرة، فتعتبر هذه فكرة يعني فريدة والأولى من نوعها في الكويت. بالنسبة شنو حق مخططاتنا يعني مستقبلا؟ لحد الحين ما ندري، بس ان شاء الله ممكن قريب ان التاريخ الكويتي اللي احنا يعني وثقناه نسوي او نحوله للغة الانجليزية. للغة الانجليزية، ممتاز. يعني هم خطة وفكرة جديدة حلوة، ونتمنى انكم تحاولونها عشان حتى اللي عنده يكون ثقافة الانجليزية. صحيح. او اللغة الاجنبية يقدر يدش، يمكن اذا حاب يعرف اي معلومة اخرى عن الكويت ما يجد صعوبة انه والله باللغة العربية، لا ترى في لغة عربية ولغة انجليزية، وكلنا نفتخر بوجود مثل هالموقع هذا اللي قاعد ينطلق يمكن الاول من نوعه، والواحد يعتز دائما لما يشوف بادرة كويتية طيبة بوجود اكيد شباب كويتيين هم قالوا فعل أبدعوا بهالمجال. طبعا الوقت داهمنا، فنبي منك هند كلمة أخيرة توجهينها للمشاهدين، شنو حابة تقولي لهم؟ أنا أوجه للمشاهدين طلب خاص جدا، أقول لكم الموضوع مو مثل ما أنتم متخيلين، تعالوا شوفوا الموضوع مو جامد، أنت تقدر بحضورك تغير معلومة راح يستفاد منها الجيل كله إلى 50 سنة لقدام، 100 سنة لقدام، أنت بحضورك ممكن تغير شيء. فعشان كذي أتمنى أن الجميع يحضر ويشاركنا، باب وزارة الشباب مفتوح للجميع، وبابنا احنا كنادي كويت فيديا ايضا مفتوح للجميع، نستقبل جميع الناس، واللي حاب يصلح معلومة قديمة احنا ذكرناها او حاب انه يضيف لنا شيء او يختار معانا الموضوع ايضا حياه الله. اذا هذه بادرة طيبة ودعوة جميلة مفتوحة اكيد من الكويت، من نادي كويت بيديا، للكل اللي حاب ينضم سواء صغير او كبير لكويت بيديا تقدرون تنضمون لهم. اكيد منيرة وياكم بعد الانستغرام، اللي حاب انه يدش ويطلع ويانا موجود على الهواء، هذا الانستغرام الخاص فيكم. نعم. بالنادي، واكيد ما راح يقصرون معاكم في اي معلومه، في اي يمكن ملاحظه او استفسار، راح يباشركم اكيد اعضاء النادي بشكل مباشر. يعطيكم الف عافيه، وعسى الله يوفقكم ويشوفكم دائما في اعلى القمم ان شاء الله. امين. الله يسلمكم. طبعا متواصلين معكم برنامج شباب قول وفعل، فقرات برنامجنا ومواضيع وضيوف مبدعين في مجالاتهم، ولكن من بعد هالفاصل.